سيدنا الولي قالو الفيق بكري بالذهب مشري ايوا فيق بكري وخرج الا ما يقمطوك الشفاره وبالسيفه اخويا الشوماج والفقر غادي كثروا الشفاره وليتي كتخرج وانت حاضي جناب وليتي تقول لي المغرب بلد الامن والامان يجي الكازا ويخرج مع الفجر ورد عليا ديك الساعه الخبار دابا الشفار في اوروبا مثلا فاش كيهرب كيديروا في التلفازه والبلاد كلها كتقلب عليه كيشدوا كيتعاملوا معاه معامله حسنه زعما داكشي ديال حقوق الانسان حنا الشفار عندنا ما يحتاج لا التلفازه لا والو بنادم كيتكلف به ويا ويلو عباد الله يشدوه يولي هو كيزوقهم يجيبوا له البوليس المغاربة علاه القذافي الله يرحمه ما داروا ليش هاد الحالة وباش كيقتلوني تيقول لك الشفار هو أكبر خواف الشفار كون كان أكبر خواف كما يدير الرزق ديال عباد الله المصيبة أن في هاد البلاد وحتى الجوا مع عباد الله ما زقلوهمش جهنم وبئس المصير الدراري الصغار ما فهمش منين كينزلوا عليهم شي ستونات ديال الشفرة نقدم لكم أصغر شفار وأصغر ندل في العالم ودابا الشفاره طوروا من المشيه كيعرفك واش عندك فلوس ولا ما عندكش لحقاش اللي عنده الفلوس كيتمشى عادي كتلقى واحد هز معاه 5000 درهم في جيبو بخير وكتلقى واحد ما عنده والو كتلقى عنده 400 مكمشه ودير عليها حاله الوقت خيابت الوقت خيابت واحد ولي لي درا طونسيون ها يلا هو شفرو هذا وكاينين الشفاره اللي فاتوا التطور اللي كنسميهم بالنصابه كتلقى فركاس لابس مزيان الكرافات والحاله ولكن راه كيوجد ليك والمشكله كيطيحوا غير على البنات بعض المرات كيطيحوا شي بنات مشرم لا تكثر منهم والله حبيبه ما تصوريش قداش كنبغيك بالله حتى انا حبيبه والله او صافي بليزير حبيبه واقيلا نسيت البسطام ديالي كيفاش زعما هاد القهوه اللي قرقرنا شكون اللي غادي يخلصها بغيتي نخلص انا ولا اجي لهنا اجي كما كتعرفوا اكبر حاجه كتشفر هي التليفونات والسيكان كل شي وحدين كيمشي ليه التليفون داير 6000 درهم كيجي كيقول لك ها العرض ديال الايفون بغيت ديوه يرجعوا لي النوامر اش من نوامر اودي غيكونوا عندك قلب التليفون ديالو كتلقى التليفون عامر عاب النوامر ديال البزناسه والمخلويضي واحد المثل كيقول ما كيشفرك غير اللي يعرفك ولا تشفرات لك شي حاجه دور غير بجنابك يديوه لك غير صحابك واحد الموضه دابا ولات كلشي ولا داير الكاميرا ديال المراقبه تي تلقى عنده محل ما فيه والو حتى هو قال لك الكاميرات اش غادي يشفروا ليه الله اعلم بلي غيزيدوا شويه وتلقى مول الفراشه حتى هما دايرين كاميرات ولكن اللي كنساو ان كاينين شي شفاره ما كيشدوهمش الكاميرات يضربوا الضربات الصحاح ومن تما اللي يوم من هاد المنبر بغيت نقول الشفاره ما تبقاوش تحكروا غير على الدراوش راه بحالكم بحالهم راه كيترزقوا الله ايوا سيدنا الحلقه ديالنا سالات كالعاده ما تنساوش تخليونا واحد لايك وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم وكالعاده ما تدخلوش عندنا بابونمون لاشين باش يوصلكم جميع جديد الحلقات نلقاو الحلقه الجايه ان شاء الله